نحن وصفنا مثل وصفك قبل دقائق، وصفنا ضحايا الحوادث المرورية أكثر من ضحايا الإرهاب. لكن للأسف دعني أنوه على موضوع أن الحوادث هي تشمل 4 أنواع من الحوادث تسجل حادث. أولا الدهس والانقلاب والاصطدام والحادث المركب. نعم. فكلها حوادث. بالتالي نسبة الحوادث المرورية اللي بيها ضحايا قلة قليلة منها يكون في داخل المدن، لكن أغلب الضحايا للحوادث المرورية تكون على الطرق الدولية والطرق السريعة. زين. وأسبابها تتلخص بثلاث محاور: السائق والطريق والمركبة. جنابك قلت 80% على السائق. مو أنا أقول نعم. هاي الإحصائية الرسمية من وزارة الإحصائية الرسمية. نعم بوزارة التخطيط. نعم. نحن في مديرية المرور من خلال دراستنا العملية والعلمية للحوادث وضعنا 70% على السائق و15 على الطريق و15 على المركبة. 15%.